السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة يا حبايبي هنعمل معانا القرنبيطة ديت، هنسلقها معاكم ونحمرها، هتشوفوها كده معانا واحنا بنقطعها كده. بص يا حبايبي القرش ده هنشيل الحتة اللي عليه كده، وحبايبي لما تيجوا تعرفوها هي طابت ازاي في الميه، اللي اول ما بياخدش معانا طياب على النار بنكده نحط السكينه في المكان ده كده في العنقود ده، فنشوفه كده ان كان طب ولا ما طبش. احنا معانا كده القرنبيطه هنعمله، ولدت معانا بالشكل ده، هنقطع القرنبيطه كده معانا، المهم ننضف الشروش دي. حبايبي بنعمله معانا كده وردات حلوه كده، هنقطعها معانا بالشكل ده. متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة اللي هيصلكم كل جديد. ياريت تعملوا اشتراك، شكل عمار ما بيقول لكم كده يا جماعة، ياريت اللايك، محدش ينسينا كده في اللايك. نعمل كده القرنبيط كده، بنقطعه معاكم كده. لحد ما نخلصها مع بعض كده تقطيع. الوردة دي الكبيرة دي معناها حاجة كده، هنقسمها كده عشان ما تبقاش كبيرة قوي، بننضف كده من الشروش اللي عليه ديت كده، بنشيلها هنغسلهم يا حبايبي كده، وهنجيب الحلة دي فيها نصها مية، وهنحط فيها معلقة كبيرة من الملح، حطينا فيها المية والملح كده. هنغسل القرنبيط معانا كده وارجع لكم تاني كده يا حبايبي. حطينا معاكم الحلة كده على النار، هنسيبه لحد ما يستوي. على فكرة هو ما بيغيبش في السوي، وهنوريكم شكله كده لما يستوي معانا، نرجع لكم تاني. هنعمل التتبيلة كده مع بعض وهتشوفوه بعد ما يستوي. يلا بينا نعمل التتبيله مع بعض، هنغطي عليه كده لحد ما يستوي كده يا حبايبي. معانا هنعمل التتبيله مع بعض كده، دول 3 معالق من الدقيق وعليهم معلقتين من النشا. النشا ده على فكره يا حبايبي هو اللي بيخلي معانا القرنبيط واحنا بنقليه بيبقى كريسبي كده وجميل وبيقرمش، وهنضيف عليه كده مقدار من اللبن. هنقلبه الاول كويس كده مع بعض، المهم ما نخليش مكلكع معانا. ودي يا حبايبي كده معانا ديت كزبره ومعاها وفيها توم، احنا كده خلطناهم مع بعض كده مع بعض وعاملينها في المطحنه كده، فرمناهم بالشكل ده. وكده يا حبايبي هنعمل معانا البيض، هنكسره كده على الخلطه دي. معانا كده معلقه من البهارات مشكله كده، معنا معلقة من الفلفل، معنا حبيبي كده كمان معلقة من
معلقة من الخل عشان زفرة البيض معانا بالشكل ده. ومعانا معلقة من الملح، دي ملح دقة دي. هنقلب كله مع بعض كويس كده، هنقلب الرب البيض كده جامد جدا الخلطة دي. شفت يا حبايبي الخلطة كده ما شاء الله كده، شفتوا الخضرة معانا كده عاملة ما شاء الله ريحة وجمال في التتبيلة كده بالشكل ده. كده يا حبيبي معانا كمان شوية شبت وشوية كزبرة، هنفردهم معانا كده ناعم كده، نخرطهم كده ننزلهم كده على التتبيلة، ونخرطهم خرط صغيرة خلاص كده. يا ريت يا حبيبي متنسناش في اللايك والاشتراك في القناة. على فكرة الشبت ده بيدي ريحة جميلة كده، والكزبرة بيدي ريحة جميلة في الطعم. هنقلبهم كمان مرة كده مع بعض. المهم ما يبقاش فيه كلاكيح كده ولا اي حاجه كده في الخلطه دي كده. حبيبي اصبحت معانا كده الخلطه جاهزه لحد بقى النبات معانا ما يستوي، وهنشوفه واحنا بنحمره كده معانا مع بعض كده على النار كده. يا حبايبي بعد ما النبات كده استوى معانا بالشكل ده، استوى معانا، هنجيب بقى نحطه كده في الخلطه، ونحط معانا كده طاسه على النار فيها الزيت، ونحمر كده مع بعض. هنخليه يشرب مع بعض كده من التتبيله. كده يا حبيبي نحط كده في الخلطه، ونحط معانا كده في حبيبي هنقلل معانا كده بالشكل ده ما شاء الله. شوف كده، شوف اللون معانا كده بالشكل الجميل ما شاء الله. ومعانا كمان الحبيبي كده طبعا الطبقة دي حاطين فيه مناديل عشان يشرب معانا الزيت بتاع الأرنبيط. حبيبي بعد شفتوا كده يا حبيبي بعد القنابيط محمر معانا بالشكل ده ما شاء الله عليه كده، صفت كده من الزيت بالشوكه كده احنا بنطلعه. شفتوا كده على المناديل حبيبي معانا كده بالشكل ده ما شاء الله عليه كده. الدم بتاعه كده شفت الجمال بتاعه ما شاء الله. هنحط الكمية اللي فاضلة معانا كده، هنحط
حبيبي كده القنابيط بعد ما طلعنا، شوفي كده ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه، شوفي القنابيط كده بلون جماله، شوفي كريم بلوشه ما شاء الله، شوفي القنابيط معانا عامل ازاي. هنستنى لما ده ياخد معانا لون كده في الزيت ونقلبه معاه وتمر كده ونقلبه على الجنب التاني ما شاء الله عليه. كده يا حبايبي معانا كده بعد القنابيط الكمية اللي كانت فاضلة كده طلعناها اهي. ان شاء الله كده عليه كده يا حبايبي بعد ما خلصنا الكميه معانا كده بالشكل ده ما شاء الله عليه النبيض. ان عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك في القناه ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.